بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، وأقدم إليكم اليوم تفسير حلم اللون الأخضر للعزباء والمتزوجة والحامل، مع ذكر بعض الدلالات الأخرى لهذا اللون. فتفسير رؤية اللون الأخضر في الحلم للعزباء دليل على الخطوبة والزواج القريب من شخص تحبه وتربطها به علاقة عاطفية. وأما تفسير حلم الفستان باللون الأخضر في المنام للعزباء فيشير إلى أنها ستحقق المزيد من النجاح والتوفيق في الحياة العملية والشخصية. ورؤية الحذاء باللون الأخضر في الحلم للعزباء دليل على تيسير أمور حياتها وتخطي ما تمر به من أزمات وصعوبات. ورؤية الثوب الأخضر في المنام للعزباء يدل على أنها فتاة صالحة وصافية القلب والروح وقريبة من الله وتسعى إلى الخير دائما. وحلم رؤية الزرع الأخضر في الحلم للعزباء دليل على التخلص من الهموم والأحزان وتحقيق الكثير من الإنجازات في العمل والدراسة. وتفسير حلم اللون الأخضر الفاتح في المنام للمتزوجة دليل على استقرار أسرتها وشعورها بالإطمئنان والاستقرار والسعادة. ورؤية الستائر باللون الأخضر في الحلم للمتزوجة فيشير إلى تلقيها الكثير من الأخبار السارة وكثرة المناسبات السعيدة التي تخص أسرتها. وحلم الحجاب باللون الأخضر في المنام للمتزوجة من الأحلام المستحبة، فهو يدل على أنها سترزق بالحمل القريب والزيادة في عدد الأبناء. ورؤية الفساتين باللون الأخضر في الحلم للمتزوجة دليل على أنها تعيش في حب وسعادة واستقرار وانسجام مع زوجها. وحلم رؤية جدران البيت باللون الأخضر في المنام للمتزوجة تشير إلى ترقية زوجها في العمل والوصول إلى أعلى المناصب فيه. ورؤية السرير باللون الأخضر في الحلم للحامل دليل على الولادة السهلة وسلامتها وسلامة جنينها وتمتعها بالصحة والعافية. وحلم الملابس باللون الأخضر في المنام للحامل يدل على أنها سترزق بمولود ذكر إن كانت في شهور الحمل الأولى. ورؤية القماش باللون الأخضر في الحلم للرجل دليل على تغيير حياته للأفضل وتحسن حالته المادية وتحقيق الطموحات والأمنيات. وحلم رؤية ارتداء الثوب الأخضر في المنام للرجل الأعزب يدل على الزواج القريب من فتاة صالحة وخلوقة. وتفسير حلم اللون الأخضر بكثرة في الحلم للرجل دليل على أنه يمر بفترة يشعر بها بالأمان والاستقرار وحصوله على ما يريد. وحلم اللون الأخضر للميت في المنام يشير إلى عمله إن كان صالحا في الدنيا ومغفور له عند الله تعالى. كما أن تفسير رؤية اللون الأخضر في المنام كما أشار ابن سيرين بأنه يدل على الزيادة في الخير والسعة والرزق. وحلم ارتداء اللون الأخضر في الحلم دليل على البركة والشعور بالراحة النفسية والأمان والاستقرار وهدوء النفس. ورؤية اللون الأخضر في كل مكان في المنام يشير إلى الفترة المقبلة للرائي سيحصل فيها على ما يتمناه ويسعى إليه. وحلم رؤية البيت باللون الأخضر في الحلم يدل على كثرة المناسبات السعيدة والكثير من الأخبار السارة التي تخص أهل البيت. ورؤية المفارش باللون الأخضر في المنام دليل على كثرة المال ورفاهية العيش والحظ السعيد وتحقيق الأمنيات. وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وشكرا لكم على المتابعة.